السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة لكل من يتابعني وياكم علي هادي علي. شركة أوبو قبل عدة ساعات أطلقت جهاز خرافي جدا، يمكن نسميه أجمل جهاز لسنة 2018. اسم الجهاز هو أوبو فايند إكس. الجهاز من الخارج وزنه 186 غرام. عندي أيضا من الجهة الأمامية والخلفية زجاج مع طبقة حماية اللي هي الجوريلا غلاس 5 وإطار من الألمنيوم. شاشة الجهاز هي 6.42 إنج. نسبة الشاشة للجهاز هي 93.8، نسبة جدا رهيبة. كاميرات غير موجودة بالجهة الأمامية والخلفية، هي حرفيا مخفية داخل الجهاز. ممكن انه انت تشغل الكاميرا راح ترفع للأعلى وتظهر عندك الكاميرات. نظام التشغيل الخاص بالجهاز هو اندرويد 8.1. المعالج الخاص بالجهاز هو سناب دراجون 845، والرام هو 8 جيجا بايت، شيء جدا خرافي. والشيء الأكبر أنه الذاكرة الداخلية الخاصة بالجهاز هي 256 جيجا بايت. ممكن أنه نضيف بطاقة ذاكرة خارجية إلى غاية 400 جيجا بايت. والكاميرات الخاصة بالجهاز، الكاميرا الخلفية هي كاميرا مزدوجة، الأولى 16 ميجا بكسل فتحة عدسة F2، والكاميرا الثانية هي 20 ميجا بكسل بفتحة عدسة F2 أيضا. الكاميرا الأمامية هي 25 ميجا بكسل بفتحة عدسة F2. منفذ السماعات 3.5 غير موجود. الجهاز يدعم الشحن السريع، عندي منفذ USB Type-C، والبطارية الخاصة بالجهاز هي 3730 ملي أمبير. عندي تقنية التعرف على الوجه بمستشعر خاص بالجهاز، وسعر الجهاز هو 999 يورو. هذا الفيديو هو معاينة سريعة للجهاز، خليكم متابعين القناة. بس يوصل الجهاز راح أسوي مراجعة كاملة للجهاز ونعرف كل التفاصيل الخاصة بالجهاز، نختبر أداء الجهاز، البطارية، الكاميرا وكل شيء بالجهاز. فاشتركوا بالقناة إذا ما كنتم مشتركين، ولا تنسون أن تفعلون زر الإشعارات حتى توصلكم الفيديوهات أول بأول. وصلت إلى نهاية هذا الفيديو، مع السلامة.